احنا في الواقع امتنا ما اقول كلهم لا نريد الاستغراق الحقيقي احنا امه فاقده للمناعه ما عندنا قدره المقاومه الان بلادنا بلاد المسلمين لاحظوا من مئة عام الى هذا اليوم تحولت الى العوبه بيدل كفار، الآن كم حرب أكو في بلاد المسلمين بتحريك الكفار، احنا لا نفكر فقط في الحل الآني، ما هي الجذور المشكلة وينها؟ وإذا إحنا ما حللنا المشكلة من جذورها بلادنا تبقى إلى مئتين عام ملعبة للكفار والأجان ما هي الجذور؟ الجذور هي التي اشار اليها القران الكريم الجذور هي الحريه يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم بلادنا غالبا ما فيها حريه من الذي يحكم؟ عشرة يحكمون البقية محكومين مو مشاركين مئة يحكمون ألف واحد يحكم عشرة آلاف واحد يحكم هذه البلدة التي يحكمها رجل واحد تتمكن أن تقاوم البلدة التي يحكمها خمس ملايين ممكن عندما في بلدة الشعب يكون شريكا في الحكم يعني عشرة ملايين دا يحكمون خمسة ملايين دا يحكمون بلد يحكمه واحد وهو صدام هذا يتمكن يقاوم معقول مو معقول احنا بلادنا برصاصه واحده تتبدى وتنتهي لان الذي يحكم بلادنا غالبا فرد واحد حريه ماكو مشاركه سياسيه ماكو شئنا او ابينا هذا واقع الأمة الواحدة مو موجود الله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة الغرب الآن دا يفهم أنه ميت مكان وحدة يعمل دا يتحدون بلاد الغرب يسقطون الحدود فيما بينه أنتوا روحوا من بلد إلى بلد لا تحتاجون إلى تأشير العملة دا يوحدوها القيادة دا يوحدوها وإحنا أمة مفككة وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر